بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مش نعطيكم فكرة على الكريمير والاسكاتولا والمراحل نتاعها، يعني كيفاش أول ما صنعوها وكيفاش المراحل اللي مرت بها، وكيفاش ولت يعني أسيستي يعني بالزيت، ولت هيدروليك بالزيت، ولت بعد بالكهرباء مرحلة مرحلة. أول ما بدأوا هم يصنعوا صنعوها لي اللي هي العادية، اللي هي ما فيهاش حتى شيء، يعني اسكاتولا عادية، تدور البنو يمين ويسار اللي هو هذا، هو كده هذه من هنا كدور دور، هذه ترجع على اليمين ولا ترجع على اليسار، هذه الكاميرا العادية اسكاتولا العادية، كدور هيك تبدأ هي تخرج ولا تدخل، شفتوها؟ لا، من هنا شوف عس من هنا تشوفوها كيف تبدأ خارجة، انت تدور هيك البنو يمين ولا يسار، هي تبدأ خارجة او العكس. هذه اول ما بدو صنعوا العملية هذه اللي هي الكاميرا العادية اسكاتولا العادية، هذه العادية يعني ما فيها شيء، سامبل عادية، دور الظلام بيدك عادي، ما فيهاش حتى شيء. هذه صنعت في صنعت يعني في الكرهب الأولانية في الأنسيان، فما قبلها كانت اسمها حاجة اسمها بوا ديريكسيون، علبة سكاتلة أو علبة تدوير العجلات، كانت قبلها يعني يجي كركوبة، أما توا من بعد عملوا هذه كريمير أو سكاتولا، عملوها عادية من غير حتى شيء فيها شيء، وكانت يعني ثقيلة شوية على السيارات، على الناس يعني على الرجل الكبير ولا على المرأة ولا على، يعني كانت ثقيلة شوية، وفي أمور باش توقف على اليمين ولا اليسار كانت شوية متعبة شوية. بدوا حسنوها بهذه، حسنوها بهذه، جابوا واش عملوا، جابوا عملوا الأسيستي هنا، هذه عملوا الأسيستي هنا وعملوا أمر السير على برا، هذا يسموه مساعد على برا، هذا يمشي بالزيت يخرج يمين ويسار، هي نفسها الكاميرا ديك، اما زادوها المرتشر هذه وزادوها القطعه هذه اللي هي باش يدور فيها الزيت، هذه ومن داخل وخلوها من داخل عاديه اللي هي بالشحم عاديه وما فيها شيء، هذه الزيت في المرتشر هذا برك الزيت، عملوه يدور في المرتشر هذا برك الزيت، يعني يدور من هنا يخرج المرتشر هذا يخرج يمين ويرجع يسار هكاك يمين ويسار. هذه المرحلة الثانية اللي صنعوا فيها الكريمير أو سكاتولا، الأمر السير على برا والزيت فيها على برا. حسنوا العملية في المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة هذه عملوها هي بالزيت نفسها، هي نفسها بالزيت، لكن الزيت يخدم هنا في الرأس ويدخل للكريمير، يمشي يمين ويسار، ما عادش أمر السير على برا، ما عادش أمر السير على برا. ما عادش مرتشر على برا، ولت يعني فيها الزيت يدخل داخل الكريمير داخل السكاتولا هنا، يدور بالراس هذايا كما يدور هيك يمين ويسار بالزيت، ويدخل هنا عند دخول وخروج الزيت اللي هم هذوما اثنين، عند واحدة اللي دخل الزيت لازم تكون بالفيتاج خاطر فيها ضغط، واللي ترجع عادية مش مشكلة ما فيها شيء، هذوما الزوز يدخلوا الزيت للسكاتولا أو الكريمير ويخرجوا منها، وتدخل الزيت في وسط الكاميرا الداخل بعد ما يدور هنا في وسط هذا. هذه تو المرحلة الثالثة، يعني استغنوا على المرسير ذاك اللي برا وحطوا الزيت داخل الكاميرا، يعني هذه المرحلة الثالثة اللي عملوها. بعد غيروها كهربائية، بعد غيروها كهربائية، ولت هي نفس هذيك العادية، هذه نحو الزيت ونحو كل شيء، معاش فما زيت، ولت فيها محرك اللي هو موتور، موتور هذا وقت انت تحرك البنو يمين يسار فيها كارطة، فيها حاجات تخدم المحرك هذا يدور، يعني يعاون بسرعة دوران السكاتولا أو الكريمير يمين يسار. هذه كهرباء، كهرباء صنعوا منها أنواع، تنوريكم من نوع آخر، هذه يعني كلهم العملية هذه كلها صارت في الكريمير، كلها يعني ما خرجوش من الكريمير، قاعدوا ديما في الكريمير. من بعد العملية هذه متاع الكهرباء اللي هي سهلوا بها الأمور، عملوا الكهرباء، عملوا الكهرباء كلها في الفولون نفسها، كلها في الفولون نفسها عملوها، يعني الكهرباء كلها في الفولون نفسها، يعني هنا عملوها وعملوا معها الكريمير العادية اللي هي رجعوا معها الكريمير القديمة العادية اللي أول ما صنعوها كيف هي تشبهها.
عملوا معها هذا. يعني شو ولا عندنا؟ ولا عندنا موتور هنا في الفولون، يعني في الكولون هنا، كل شيء سهل هنا، يولي هنا العملية سهلة كأنها سيستيك، كأنها هيدروليك، هي إلكترونيك. هي تخدم مع هذه، يدور هذه عادية خلاص، مع واحدة عادية، ما يتلاقوش إلكترونيك وإلكترونيك ولا زيت وإلكترونيك. لازم يكون هنا إلكترونيك، تكون الكاميرا عادية، ما تكونش إلكترونيك. اللي هي كريمير تركب في الاخر هنا، شوفوا هنا تركب، هنا تركب في المكان هذا. هذه الكترونيك اللي هي هذه مثلا تركب هنا، هذه كريمير كانها ركبه السياره، هذه تركب هنا، تروح هنا هكاك المكان هذا، ويدور الفولون وتمشي. هذا سيستم الكترونيك في الفولون، يعني معاش في السيستم الالكتروني في الفولون، هذا معاش يعني في الكريمير ولا في الزيت ولا حاجه. وهذه اللي تشوفوا فيها تطلع الفولون وتهبط لفوق، هي هذه قطعة، هذه هي تمشي تجي لفوق ونقطة. هذه هيك تشوف واحد يرفع الفولون وفوق يا نزله، ولا يمين يسار ولا الفوق ولوطة. هذه العملية اللي عملها بس المكان هذا. بالنسبة للسكاتولا هذه والكريمير هذه، يعني صنعوها في الأيكس، صنعوها في السونسيس، يعني في الأيكس وفي السيتروان أيكس وفي 106 البيجو، يعني البروات كلهم في جهة واحدة، يعني زوز في زوز في جهة واحدة. يعني وقت تدور كريمير يعني واحدة برك تخرج، يعني ذراع واحد، يعني يمشي يمين ويسار الزوز مع بعضها. يعني هذه الوحيده بصفه خاصه صنعوها، ما فيهاش بروات يمين ويسار. هذه البروات اللي يخدموا يمين ويسار جايين في جهه واحده، مخدومين في نفس المكان. هذه نتاع خاصه بالسونسيس وبالايكس. ان شاء الله تستفيدوا بالحاجه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.